احترامك يكسبك محبتهم ولا يفقدك مهابتك. قبل فترة كتبت على نقطة قدوم بعض اللاعبين للمنتخب الوطني بلون شعر مغاير، وقد أخذها الكثير من جانب آخر مختلف تماما، وقالوا بأن ما حدث مجرد صدفة، والكتابة عن الأمر هو مجرد تضخيم للناخب الوطني. مرة جديدة يأتي سعيد بن رحمة ورياض محرز إلى تربص المنتخب الوطني بلون شعر مغاير لما كنا نشاهده عليهم منذ ساعات قليلة فقط عندما كانوا يلعبون مع فرقهم في البريمير ليج بلون شعر أصفر. هذا الأمر يدل بأن القيام بهذه الخطوة طلب منهم فعلها وليس صدفة، والتزامهم بها خير دليل على الاحترام الكبير المتبادل بين اللاعبين والمدرب. أقول الاحترام وأركز عليه قبل أن أقول فرض الصرامة والانضباط داخل المجموعة. جمال بالماضي سبق وأن تكلم عن الأمر في وقت سابق، فعند التحاق أندي دولور لأول مرة بالمنتخب الوطني قبل كان 2019 ذهب إليه وطلب منه فعل ما يحدث الآن، وأن هنالك الكثير من القواعد على الجميع دون استثناء تطبيقها. عندما يلتزم نجوم كبار بأمر مثل هذا فهو دليل على أنك تملك مدربا كسب لاعبيه، وعندما تجد مدربا يركز على جزئية مثل هذه فهذا يمنحك راحة بأن المنتخب الوطني في أيد آمنة ولن نخاف على ضياع أهم الأمور عليهم. العقل الواعي قادر على احترام الفكرة حتى ولم يؤمن بها.